طب عماد احكي لنا كده، وانت يعني في المنافسه اللي كانت البطوله الاخيره وانت بتتنافس على مركز اول، انت عايز اكيد تبقى الاول صح كده وحصل. ايه بقى ايه اللي كان صعب؟ يعني احكي لنا المنافسه نفسها كانت ازاي، انت حسيت انك كسبت بسهوله ولا كسبت يعني بصعوبه؟ والله صراحه يعني حقيقه كنت بحب اصلي، وانا كنت في الميه البحر عشان كنت اللي فهمت وعلمت عوام معوم بنزل حاجات بنزل تحت الميه فرمل تحت بتغطس بحر. تعرف تغطس يعني كويس؟ بعرف اغطس و حكي فوق وشارب. برافو. وبقوم كرول وشارب وظهري ومعمل حاجات الظهر ده ولسه الرجل بشارب الشرابه وانا في كوب بحر. هو يعني كان مستعد كويس قوي. بس هي العقبات اللي كانت بتقابل عماد الوزن طبعا، ده الخلاف اللي بيني وبينه طبعا. مش هنعمل دايت يا عماد. لا نعمل دايت، ده انت بطل، ده انت بطل في كذا رياضه كمان. هو بيخس بسرعه وبيرجع طبعا، بس محطوط تحت ضغط. وكنت بطلت ميه البحر عشان ميه البحر ده واقف سباحه عليها الاملاح ملح قوي. جامني قوي كلور. وانا كنت رحت حمام السباحه في البسين في المعسكر شرم الشيخ. كان في معسكر شرم الشيخ. واتدربت بقى هناك كويس. حمام السباحه بسين. ايوه اتدربت فيه. اتدربت فيه وانا بشويه حكرة على السلم ده. بكره عن السلم السعوديه بنزل فيها. هو بيطلع من على ادوار عليا يقصد يقول لك. ايوه فاهمه طبعا، فاهمينه جدا. طبعا.